الفيلم عن زيارة مؤخرة لمرة بترجع عند أمها، بترجع مع محملة بماضي كتير أليم وعليهم يتصالحوا أو يفتشوا من يعملوا بين بعضهم. هي قصة أم وبنتها. لا، هي البركة اسمها بركة العروس، اللي هي منطقة لوكيشن بقلب الفيلم، بس الفيلم مش البنت مش عروس. بيعني كتير لأنه القاهرة بيعني لك أنا كمخرج لبناني عربي فتحت عيوني على السينما المصرية، وكتير فخور إنه عم برجع طلع عليها من باب مخرج مش من باب متفرج. لكن صناعة الأفلام بعتقد هي صناعة كتير دقيقة، بدك تكوني عن جد بقلب هيدا المكان، بقلب هيدا المكان، بتعرفي نفسيته، بتعرفي العالم، بتعرفي ما بعرف قديش، خاصة بنوع السينما اللي بعملها، ما بعرف قديش منيح لإلي روح على محلات تانية خاصة بالأفلام. هلا لما أكتب، أنا سيناريست فبكتب كل الوقت وبكتب مسلسلات محصل المكان، بس الإخراج بيجي معه باكيجز تانية، بيجي محمل بأشياء أصعب. واسم الله عليكم يعني بالقاهرة عندكم أحلى عالم. أكيد في نجوم، أكيد في ممثلين لبنانيين هون، جورج خباز هون، ديامون أبو عبود هون، ما بعرف مين موجود غيرهم بمصر، بس في تواجد أكيد، دعم موجود. يعني نناول سينما كثير قليل، فكلنا بندعم بعض. هيدي بلشت رحلة مع البريمير، ومن بعد الفيلم بياخذك، فهلا على هيدي الرحلة راكب إن شاء الله. لكن الأفلام العربية اللي عم تطلع بآخر 10 سنين هي أفلام طالعة جدا من الواقع، بعتقد بتعبر عن، إذا ما بتعبر عن الكل بتعبر عن شريحة كثير كبيرة من همومنا ومن قصصنا. بعتقد موجودة بهذا المكان سينما واقعية لحد ما طالعة بقضايا ومسجز.